السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيك يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب دايما تكونوا بألف خير. النهاردة ان شاء الله معادنا مع درس الصف الثالث الاعدادي، وهنكمل ان شاء الله الممنوع من الصرف. اخدنا الحصة اللي فاتت الممنوع من الصرف العلة واحدة، وقلنا هما ثلاثة الممنوع من الصرف العلة واحدة، وهو او واحد صيغة منتهى الجموع، وهو اي جمع يأتي بعد الف جمعه، الف جمعه حرفين او ثلاثة احرف اوسطهما حرف ايه؟ ساكن. وقلنا على وزن مفاعل او مفاعيل، انا سهلتها لكم بالوزن، يعني جيبوا اي كلمة على نفس الوزنين دول، مفاعل او مفاعيل. طيب تاني حاجة، الاسم المؤنث المختوم بألف تأنيث مكسورة، والاسم المؤنث المختوم بألف تأنيث ايه؟ ممدودة. تمام، وعرفناهم وقلنا ان الاسم الممنوع من الصرف هو اسم لا ينون، ويعرب مثل الأسماء، ينصب بالفتحة ويرفع بالضمة، ولكن إذا كان نكرة يجر بالفتحة نيابة عن الكسرة إذا كان نكرة. أما إذا كان معرفا بأل أو مضافا إلى معرف يجر بالكسرة عادي جدا. تمام يا أولاد؟ تمام، تعالوا نكمل الممنوع من الصرف. يبقى عنواننا النهاردة الممنوع من الصرف، هنكمل الدرس إن شاء الله. ارجو ان انتوا تفهموه يا سنة تالتة، عايزة نشاط يا سنة تالتة، وعايزة تفاعل على القناة، وعايزة لايكات كده زي سنة تانية، واهتموا يا سنة تالتة، هيفيدكم الشرح ده كويس جدا. ممكن تكون بتذاكر وتيجي تقف معاك حاجة، ارجع للفيديو وشوف الفيديو، وان شاء الله هيعجبكم الشرح وهتفهموا منه. تمام، اللي لسه بقى ما عملش لايك يعمل لايك عشان نبدأ الدرس. الممنوع من الصرف النهاردة هناخد الممنوع من الصرف ايه؟ لعلتين، يعني لسببين. المرة اللي فاتت خدنا العلة واحدة، النهاردة هناخد الممنوع من الصرف ايه؟ لعلتين. اهو ممنوع من الصرف لعلتين، يعني لسببين. ايه هما؟ اول حاجة عرفينا مين ايه هما العلتين. العلتين يعني سببين، اول سبب منهم مشترك في كل اللي احنا هنقولهم. هما ست انواع الممنوع من الصرف لعلتين او لسببين. تعالوا نقولها لسببين برضو عشان نكون واضحين، والناس اللي مثلا هتقول لي يعني ايه علتين، اهو لسببين. تمام، لسببين. تعالوا نقول ايه هم. هم ست انواع، كلهم مشترك فيهم السبب الاول. السبب الاول مشترك فيهم كله. تمام يا ولاد؟ طب قولي لي ايه هو السبب الاول. اول حاجة ان هم اعلام، كلهم اعلام، وكلمة علم يعني اسم مشهور، اسم بقى انسان، اسم بلد، اسم مكان مشهور. اسم العلم هو اسم مشهور، اسم حاجة مشهورة كل الناس عارفها. تمام، فكلهم مشتركين في السبب الاول، يبقى السبب الاول كلهم مشتركين فيه، ولكن السبب الثاني هيختلف من اسم، من كل نوع هيكون مختلف السبب الثاني، ولكن السبب يا ولاد الاول مشترك. يبقى السبب او العلة الاولى، العلة الاولى مشتركة، اهو عشان تبقوا عارفين انها مشتركة. طب ايه هي العلة الاولى؟ انهم اعلام، يعني كل الاسماء دي علم، اعلام يعني علم. تمام، يعني علم يعني اسم مشهور، ده اول ايه سبب. طب تعالوا بقى نشوف تاني سبب. تاني سبب ان التأنيث، يعني الاسم يكون علم مؤنث، اهو السبب الثاني. طيب خلينا نقول اول نوع الاسم المؤنث او العلم المؤنث، العلم المؤنث. اول سبب ان هو علم، ثاني سبب ان هو ايه؟ مؤنث. يبقى هنا السبب الثاني، كل واحد هكتب لكم تحت السبب الثاني. انا حطيت العله الاولى المشتركه، وهكتب هنا العله الثانيه. العله الثانيه تأنيث. يبقى العلة الأولى إن هو علم، العلة الثانية إن هو إيه؟ مؤنث. طيب تاني نوع الاسم الأعجمي أو العلم، خلينا كل ده هنشيله، هتبقى العلم، العلم الأعجمي. أول علة إن هو علم، طب تاني علة إن هو إيه؟ أعجمي، العجمية، يعني بقى تاني علة العجمية. تاني علة إيه يا ولاد؟ العجمية. يعني إيه عجمية؟ يعني اسم غير عربي، أعجمي يعني غير عربي. تمام كده؟ اسم ما ينفعش يتقال على العرب، يعني مثلا لما أقول باريس
هل باريس دي اسم بلد عربي ولا اسم بلد أعجمي؟ أعجمي يعني أجنبي، يعني اسم بلد أجنبي، إذن هو اسم أعجمي وما ينفعش إن هو إيه ينون، ما ينفعش إن هو ينون. تمام. طيب تالت حاجة الاسم أو العلم على وزن الفعل، العلم اللي على وزن الفعل. تمام كده. أربعة، يعني إيه العلم اللي على وزن الفعل؟ يعني اسم إنسان أو مكان أو حاجة مشهورة على وزن الفعل، زي مثلا اسم أحمد. أحمد ده مش على وزن أفعال، زي أكرم، زي على وزن أجلس، أكرم هي كلمة أحمد. تمام. وزي كلمة يزيد على وزن إنسان، يعني الولد اللي اسمه يزيد ده الاسم ده لا ينون. ليه؟ لأنه على وزن الفعل، أنا عندي فعل اسمه يزيد. تمام. وزي كلمة يسرب، أي كلمة على وزن الإيه؟ الفعل، اللي هو على وزن أفعل أو يفعل. طب هنا الشرط التالت إيه؟ إحنا قلنا الشرط السبب الأول إن هم أعلام. طب إيه هو السبب التاني؟ السبب التاني إنها على وزن الفعل، ان الكلمة على وزن مين؟ الفعل. يبقى انا هو اصلا من الكلام بتاعي جايبة الشرطين، اول حاجة ان هو علم، تاني حاجة ان هو على وزن الفعل. اول شرط ان هو علم، تاني شرط ان هو اعجمي. اول شرط ان هو علم، تاني شرط ان هو ايه؟ مؤنث. تمام. تالت، يبقى الشرط المشترك فيهم كلهم اللي هو الشرط الاول اللي هم علم. تالت حاجة، رابع حاجة، العلم على وزن، مش على وزن بقى الفعل، لا، العلم الذي ينتهي بألف ونون زائدة، العلم الذي ينتهي بألف ونون زائدة. يعني ايه ألف ونون زائدة؟ يعني اسم إنسان أو حيوان، أو حيوان أو نبات أو بلد أو مكان، اسم مشهور يعني بينتهي بألف ونون، وشرط إن تكون الألف ونون دي زائدة وليست أصلية في الكلمة. طب هعرف منين هي زائدة؟ لو أنا جيت أشيل الألف والنون هتلاقي الكلمة أكتر من ثلاث حروف. طب لو تلاقيتها حرفين بس أو حرف واحد، يبقى هنا الألف والنون أصلية. يعني مثلا كلمة رمضان أهو. طب تعالوا قبل ما نقول الكلمة نقول تاني شرط ليها. طبعا اول شرط ان هي علم، تاني شرط ان هي تنتهي بألف ونون زائدتان، انها تنتهي بألف ونون زائدتين. تمام كده. طيب اديني كده امثلة، زي مثلا كلمة رمضان. رمضان، تعالوا كده نشيل الألف والنون، هتلاقي رمضان دي ثلاث حروف، اذا الألف والنون ده هي ايه؟ زائدتان. تمام. زي كلمة سعفان، زي كلمة مرجان أو مرجان. تمام. كل الكلمات دي بتنتهي بالألف والنون، إذن هي كلمات ممنوعة من الصرف. والألف والنون دي لو شلتها هتلاقي تلات حروف، لكن لو لقيت مثلا حرفين زي كلمة عنان مثلا، عنان، تعالوا كده نشيل الألف والنون، عن، لا. طب هنا بقى الألف والنون هتكون أصلية وليست زائدة، يبقى الاسم ده مش ممنوع من من الصرف. طيب خامس حاجة، العلم المركب تركيبا مزجيا. يعني اسم مركب تركيب مزجي. يعني ايه تركيب مزجي؟ يعني الاسمين امتزجوا ببعض واختلطوا ببعض لحد ما اصبحوا اسم ايه؟ واحد بس. زي كلمة مثلا بورسعيد. كلمة بورسعيد كانت بور وسعيد، كانت دي اسم وده اسم، لزقوا هما الاتنين في بعض بقت كلمة ايه؟ واحدة. يبقى كانوا كلمتين اصبحوا الان ارتبطوا ببعض فاصبحوا كلمة ايه؟ واحدة. لا بور تنفع تشال عن سعيد، ولا سعيد تنفع تشال عن ايه؟ عن بور. زي مثلا مدينة بعلبك بلبنان، مدينة بعلبك كانت بعل وبك، فتلزقوا هما الاتنين في بعض فاصبحوا اسم مركب تركيب مزجي. مزجي يعني مختلط، اختلطوا في بعض فاصبحوا كلمة ايه؟ واحدة. طبعا الشرط الاول ان هي علم، الشرط التاني ان هي مركبة تركيبا ايه؟ مزجيا. تمام يا ولاد. يبقى هنا واضح قدامي الشرطين في كل عنوان، يعني العنوان لوحده مبين للشرطين. طب اخر واحدة بقى، السادس واحدة بقى، العلم على وزن فعل. زي مثلا ايه؟ عمر. تمام. العلم اللي على وزن فعل زي عمر، زي قزح، زي جحا.
تمام، دي كلها اسماء على وزن فعل. الشرط الاول انه علم، الشرط الثاني اللي هو على وزن ايه؟ فعل. يبقى انا من نفس العنوان واضح عند الشروط، ابص على العنوان واقول الشرط. لو المعلمه بتاعتك قايمتك وقالت لك قول لي العلم المركب تركيبا مزجيا، ايه هي الشروط، ايه هي العلتين بتوعه، ايه هي العلتين بتوعه او السببين بتوعه، هتقول لي السبب الاول ان هو علم، السبب الثاني ان هو مركب تركيبا مزجيا. عرفت الكلام ده منين؟ من قلب العنوان، من قلب الكلمه اللي هي قالتها لي. تمام يا اولاد؟ تمام. يبقى الممنوع من الصرف العلتين او لسببين بيكون العلم المؤنث، وهنتكلم في ده لسه كتير وهشرحه بس هوضحه، بس انا كنت ببينهم لكم على السبوره الاول. العلم المؤنث والعلم الأعجمي والعلم على وزن الفعل والعلم الذي ينتهي بألف ونون زائدة والعلم المركب تركيبا مزجيا والعلم على وزن ايه؟ فعل. تمام يا أولاد؟ تمام. طب وضحي لي برضو أكتر ايه الكلام اللي انت بتقوليه، وطبعا احنا قلنا الشروط بتاعتهم. طيب تعالوا بقى ناخد كده أمثلة عليه، معلش أنا مضايقاهم كلهم في مكان واحد عشان ما نقعدش نمسح ونشتت معلومة، تبقى المعلومة كلها ايه قدامنا. أول حاجة بيقول لي العلم المؤنث، قلنا العلة الأولى إن هو علم، العلة الثانية إن هو مؤنث، وقال لي هنا ممكن يكون مؤنث تأنيثا لفظيا، ممكن يكون مؤنث تأنيثا معنويا، وممكن يكون مؤنث تأنيثا لفظيا ومعنويا. إيه الكلام اللي أنت بتقولي ده؟ تعالوا كده نشوف الأنواع دي. واحد، واحد أو ألف مؤنث تأنيثا لفظيا. يعني ايه مؤنث تأنيثا لفظيا؟ يعني هو مذكر، الاسم مذكر، المذكر الذي ينتهي بتاء تأنيث. هنا التأنيث هيبقى لفظي بس مش معنوي، يعني هو بيطرق على مذكر ولكن هو الاسم مؤنث، زي كلمة أسامة، زي كلمة طلحة. انا عندي في تأنيث في الاخر، ولكن أسامة دي تطلق على ولد وطلحة دي تطلق على ولد، فهنا التأنيث تأنيث لفظي، مجرد لفظي بس. تمام. او باء مؤنث تأنيثا معنويا، معنويا بس مش لفظي، زي ايه؟ زي اسم البنت اللي الذي لا ينتهي بتاء تأنيث. أرجو أن يكون الخط واضح، طبعا أنا عاملة الخط صغير عشان المكان ياخد أكبر إيه؟ أكبر عدد ممكن من الأمثلة. يبقى اسم البنت الذي لا ينتهي بتاء إيه؟ تأنيث، زي مثلا كلمة سعاد، ده اسم بنت ولكن ما هوش فيه علامة تأنيث، إذن هو مؤنث تأنيثا معنويا وليس تأنيثا لفظيا، اللفظ ما فيش فيه حاجة تدل على المؤنث خالص. تمام. زي سعاد، زي صحر. تمام يا أولاد. طيب تالت حاجة بقى اللي هي رقم جيم، أن يكون مؤنثا لفظيا ومعنويا. يعني التأنيث هنا بيكون لفظي وبيكون معنوي في نفس الوقت، يعني اللفظ مؤنث وكمان بيدل على مؤنث، زي فاطمة، زي هبة، زي وردة، زي مودة، زي أي اسم بنت بينتهي بالتاء المربوطة، تعرفوا على طول ان هو ده اسم ايه؟ مؤنث تأنيثا لفظيا ومعنويا في نفس الوقت. طب اللفظ بس؟ لا، اسم مذكر، يعني اسم مؤنث في اللفظ، يعني في تاء مربوطه ولكن يطلق على مذكر، فالمعنى مش معنى مؤنث. والمؤنث تأنيثا معنويا يعني الاسم اصلا بتطلق على بنت ولكن الاسم ليس مؤنث، زي زينب، زي سعاد، زي سحر، زي الاسماء دي. تمام كده؟ اي علم من الحاجات دي اللي هو المؤنث، اي اسم بنت لا ينون، اي اسم بنت لا ينون، اي علم يطلق على مثنى مؤنث، قصدي مؤنث، سواء اسم بنت سواء اسم بلد، لا ينون. قال لي في شرط بقى بسيط كده او حاجه كده خارجه عن الموضوع ده، ايه هي؟ ثواني بس اشوف كده ظاهر على السبوره، هو مش ظاهر، فركزوا معايا في الشرط ده. قال لي لو اسم مؤنث، اسم مؤنث سواء اسم بلد او اسم بنت بيتكون من ثلاث حروف أوسطها حرف ساكن، هنا يجوز تنوينه أو يجوز صرفه ويجوز منعه من الصرف. يعني ممكن أصرفه، ممكن أصرفه، ممكن ما مصرفوش. إزاي؟ يعني مثلا كلمة مصر، مصر اسم بلدنا، طبعا ده علم مؤنث، اسمه يطلق على
البلد بتاعتنا يبقى علم وهو مؤنث مصرة. انا ممكن اقول مصرة من غير تنوين، وممكن اقول مصرا ومصر ومصر، تمام، ممكن ننونها عادي جدا جدا، وممكن هنا يجوز وممكن ما نونهاش. زي كلمة هند، اسم بنت مكون من 3 حروف، هند الحرف الاوسط ساكن، يجوز عندي هنا صرفه وعدم ايه صرفه ومنعه من الصرف. يبقى هي دي الحاجة الوحيدة اللي يجوز فيها الصرف وعدم الصرف بمزاجي. عايزة اعربها منصوبة بالفتحة، اعربها منصوبة بالفتحة، عايزة اعربها منصوبة بالكسرة، اعربها منصوبة بالكسرة، تمام. بس احنا اغلب الوقت بنقول مصر، مررت بمصر، يعني قليل جدا لو قلت مررت بمصري، تمام يا ولاد، تمام. طيب العلم الاعجمي، علم اعجمي يعني اسم انسان اعجمي. وخلوا بالكم يا سنة تالتة ان اسماء الانبياء معظمها اعجمي، معظمها اعجمي ومعظمها ممنوع من الصرف، ما عدا مثلا اسم صالح، اسم نوح، رغم ان نوح اسم اعجمي ولكن لانه مكون من 3 حروف برضه واوسطها حرف ساكن، مكون من 3 حروف اوسطها حرف ساكن، عشان كده يجوز ايه صرفه ويجوز منعه من الايه من الصرف، ممكن يجوز في الحالتين. إيه عندي اسم يوسف اعجمي وممنوع من الصرف، عندي اسم ابراهيم اعجمي ممنوع من الصرف، اسم اسماعيل اعجمي وممنوع من الصرف، لان كان اخطر الانبياء عجم وليس عرب، ما كانوش عرب يعني، تمام. فالاسماء بتاعت الانبياء كلها ولوط والانبياء دول كلهم الاسماء دي ممنوعه من الصرف، ما عدا صالح، شعيب، محمد، هود لان اوسطه ساكن، ونوح لان برضو اوسطه ساكن، ولوط لان اوسطه ساكن. يبقى كل الانبياء اسمائهم اعجميه وممنوعه من الصرف ما عدا صالح ومحمد ولوط وهود ونوح وشعيب، تمام يا ولاد، تمام. وباقي كل اسماء الانبياء ممنوعه من الصرف. اي اسم اعجمي يعني اجنبي مش عربي، زي مثلا لما اقول قلنا فرنسا، قلنا كلمه ايه كمان، باريس، لندن، دي طبعا اسماء بلد مش عربيه، اذا هي ممنوعه من الايه ممنوعه من الصرف. يبقى العلم عندي شرطين، يا اما اول حاجه ان هو علم، والشرط الثاني العجميه، تمام. وقلنا زي اسماء الانبياء، ما عدا صالح ونوح، ونوح عشانه من 3 حروف اوسطها حرف ساكن، ولوط وهود ومحمد، طبعا محمد اسم عربي، وشعيب، تمام يا ولاد، تمام. زي مثلا كلمة باريس، ده على فكرة اسماء مصرفة، ده مصروف الاسم ده، الاسماء دي مصروفة ليه؟ لانها خرجت عن الايه عن القاعدة اللي احنا بنقولها، لان لوط وهود ونوح اسماء اوسطها حرف ساكن، ومحمد اسم عربي، وشعيب وصالح برضو تقريبا اسماء عربية يعني، تمام. باريس ولندن وفرنسا، كل بقى وامريكا وكل بقى الدول اللي ايه اللي مش عربية أعجمية يعني. العلم الذي على وزن الفعل، يعني أي اسم إنسان على وزن الفعل على طول دخله في الأسماء الممنوعة من الصرف، زي مين؟ زي أحمد أهو على وزن أفعل، زي أشرف، زي أكمل، بس أسماء بتكون بتطلق على إنسان يعني، زي يزيد، طبعا يزيد احنا عارفينها ان شكلها هي فعل ولكن هو اسم بيطلق على انسان، زي البلد يثرب، تمام تمام يا ولاد، تمام كده. يبقى دي اسماء لماذا منعت من الصرف لما يسألني اقول له لانها علم وجاءت على وزن الفعل، فمنعت من الصرف لسببين او لعلتين، ماشي. العلم الذي ينتهي بالف ونون، وقلنا كلمة رمضان وسعفان ومرجان، ولازم يكون شرط ان لو شلنا الالف ونون يتبقى اكثر من 3 حروف لطالع، انما لو اقل من 3 حروف يعني حرفين او حرف واحد اذا ده ما يمنعش من الايه من الصرف. هذه الاسماء لا تنون وتنصب وتجرر بالفتحة نيابة عن الكسر اذا جاءت نكرة، تمام. بورسعيد هي المركب تركيبا مزجيا، يعني كلمتين دخلوا في بعض، زي بعلبك وزي بورسعيد وزي بورفؤاد وزي السيباويه عالم النحو،
طبعا ما تبصروش على الخط، معلش يعني ما تحسبونيش على الخط لاني بكتب بسرعه. سيبويه، عالم النحو، كل دي اسمها اسماء مركبه تركيبا مزجيا، مزجي يعني مختلطين في بعض. عندي برضو الكلمات اللي على وزن الايه، العلم اللي على وزن الفعل. علم يعني اسم مشهور سواء بلد او انسان او حيوان او نبات، ايا كان اسم مشهور، زي مثلا كلمه عمر اسم الانسان عمر على وزن ايه، فعال. وعندي قزح، قز قزح يعني. وعندي كلمة جحا، كل دي اسماء على وزن ايه، فعال، كلها اسماء ممنوعة من الصرف ايه، لعلتين او لسببين. ارجو ان انتوا تكونوا فهمتوا. انا عارفة ان الخط صغير جدا وسيء جدا، بس انا حبيت ان انا اجمعهم كلهم قدامكم كده، وتعرفوا ان هم الستة، وتعرفوهم وتعرفوا ان العلة بتاعتهم الاولى كلها مشتركة، علم 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 علم. يبقى العلة الاولى انهم اعلام، يعني اسم مشهور. العلة الثانية مؤنث، العلة الثانية اعجمي، العلة الثانية على وزن الفعل، العلة الثانية تنتهي بألف ونون زائدة، العلة الثانية مركب تركيب مزجي، العلة الثانية على وزن ايه، فعل. ارجو ان انتوا تكونوا فهمتوا الدرس. لايكات بأي سنة تالتة، ودعوة حلوة، وربنا يا رب يوفقكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.